مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم حلقه جديده من المحترف تفتكروا حضراتكم بدايتنا هنا في المحترف كانت بتغطيه خاصه جدا لليورو 2020 وطبعا فوز المنتخب الازوري المنتخب الايطالي بهذه البطوله الكبيره وكانت متعه كبيره جدا جدا في فنون كره القدم بعديها كان معانا في المحترف ايضا تغطيه خاصه لمنتخبنا الاولمبي في طبعا اولمبياد طوكيو 2020 اللي منتخب منتخبنا الاولمبي وصل فيه لدور الثمانيه وكانت ايضا تغطيه اكثر من رائعه. بدايه من النهارده ان شاء الله بدات المعمعه في اوروبا، الدوريات الاوروبيه بدات بشكل اكثر من رائع، هنتابع مع حضراتكم طبعا الدوري الانجليزي اللي بيضم طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح وهل المان سيتي هيحافظ على اللقب؟ هل المان يونايتد بالصفقات الكبيره اللي عملها هيخش وينافس على هذا اللقب؟ كمان عايزين علامه استفهام على فريق ليفربول اللي بيمثله طبعا نجمنا محمد صلاح يمكن بعد السنه اللي فاتت ونتائج ما كانتش على القد لكن قدر طبعا ينهي الموسم في المركز الثالث هل ليفربول هيكون متوج بالبريمير ليج السنه دي، كمان الفريق المرعب اللي وصفه مدربه توخل مدرب او المدير الفني لتشيلسي اللي, اللي قال على فرقته خلاص فرقتي انا كونت فريق يخشى ان يقابله اي فريق في العالم. هل تشيلسي يكون ليه حظوظ التتويج بالبريمير ليج بعد طبعا حصوله على الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت كل ده هنتابعه مع حضراتكم من خلال المحترف بجانب طبعا الدوري الأسباني والدوري الأسباني وعلامة الاستفهام الكبيرة برشلونة ميسي طبعا انطلاق الدوري الأسباني وعلامة الاستفهام برشلونة هيكون شكله عامل ازاي بعد طبعا رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان هل أنشيلوتي المدير الفني الجديد لريال مدريد هيكون طامع في اللقب بعد خسارته يمكن السنه اللي فاتت وكان زيدان هو او زين الدين زيدان المدير الفني ورحل عن الفريق انشلوتي بشكل جديد ريال مدريد وطموحه للحصول على الليغا الاسبانيه كمان اتلتيكو مدريد مع مع طبعا سيمونيا المدرب الكبير وهل يكرر تجربه او هل يكرر او يحافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي كل ده هنتابعه مع حضراتكم اكيد كمان على جانب الدوري الايطالي والدوري الالماني خلينا نتكلم طبعا على يمكن حلقتنا النهارده اللي كمان هيكون فيها يعني بجانب التغطيه الكبيره خاصه للدوري الانجليزي والدوري الفرنسي والدوري الاسباني هيكون كمان عندنا قضيه، قضيه بنناقش فيها سؤال مهم جدا، سؤال الانتقالات والترانسفير ماركت اللي يمكن كان وما زال لغايه دلوقتي مشتعل في اوروبا، حضراتكم عارفين انتقالات كبيره جدا على مستوى الانديه الكبيره، السؤال اللي بيدور واللي هيتسال النهارده يمكن لضيفنا الدكتور طارق الادور واللي هناقشه مع حضراتكم يمكن في اخر فقره هل شراء اللاعبين بمبالغ كبيره جدا وتجمع النجوم في فريق واحد يضمن البطولات والحصول على البطولات الكبيره ده سؤال مهم جدا جدا هنتكلم عليه بالتفصيل في حلقتنا النهارده